بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. تمرين حول حل معادلات في R من النوع التالي: معادلة فيها اللوغاريتم ومعادلة فيها الإكسبونونسيال. إذا نبدأ بالمعادلة الأولى. دونك المعادلة الأولى عندنا الآن X زائد 4 زائد الآن X زائد 1 زائد تساوي زوج الآن زوج. ألوغ باش تكون هذه المعادلة ممكنة خص يكون أولا خص يكون هذا اللي داخل لوغاريتم موجب قطعا x زائد 4 موجب قطعا، وكذلك هذا x زائد 1 موجب قطعا، وخص هذه المعادلة نبسطوها. وحنا واش كنعرفو؟ كنعرفو بأن ما ألا هنا غنبقى نديرو غير الوساخ البريو، كنعرفو بأن ما ألا أبي كتساوي ألا أ زائد ألا ب، ألن أ ب كتساوي ألن أ زائد ألن ب. يعني هنا بالنسبة لنا ألن أ زائد ألن ب، يعني هادي كتساوي ألن أ ب، يعني كتساوي ألن إكس زائد 4 في إكس زائد 1، ياك تساوي زوج ألن زوج. بسطت هاد التعبير هذا صحيح، تكافئ أجنو. إذا الشرط الأول إكس أكبر قطعا من ناقص 4، والشرط الثاني إكس أكبر قطعا من ناقص 1. مزيان. ألور الشرط الثالث هنا غادي نشرها، إلا كان هنا بعد هادي نقدر نبسطها حتى هي. ألان نشرو هادي لداخل، إكس في إكس إكس تساوي 2، 4 إكس زائد 1 في إكس هي 5 إكس. نشرو نتا غير بلاتي عليك، 4 في 1 هي 1 تساوي عندنا عودة ان الان ا هي الان اوس ان، هذه كنعرفوها كذلك. يعني هنا انا زوج الان زوج هي الان زوج اوس، هاد الزوج نجيبوها انا اوس زوج، متفقين؟ يعني شنو تكافئ هاد المعادلة كذلك. هاد جوج شروط نقدر نجمعهم في شرط واحد. شنو المعنى ديال اكس كبر من ناقص 4 و اكس كبر من ناقص 1؟ الا درنا المستقيم العددي، ها هو مثلا ناقص 1، ها هو مثلا ناقص 4. اكس كبر من ناقص 1، اكس كبر من ناقص 4 يعني راه اكس اكبر من ناقص 1، الشرطين معا كيتحققوا من ناقص 1، يعني اكس اكبر قطعا من ناقص 1. هذه ملي كيكون عندي انا كنعرفوا بان ما الان ا تساوي الان ب كتعطينا ا يساوي ب، ولكن ا وب عددين حقيقيين موجبين، متفقين قطعا؟ الوغ علاش؟ لان داله اللوغاريتمي داله متصله ورتيبه قطعا. الوغ المعنى ديال هذه دابا ان اكس تساوي 2 زائد 5 اكس، انا سمحوا لي 4 في 1 4 ماشي 1 حقاش 4 في 1 صحيح. الوغ 5 اكس زائد 4 تساوي زوج اس زوج اللي هي 4، المهم نبسطوها. يعني ممكن ندير واحد الخط، المعادلة غترجع لنا إكس أكبر قطعا من ناقص 1، و إكس تساوي 2 زائد 5 إكس تساوي صفر، لأن هاد الربعة هادي غنختزلها مع هاد الربعة تبقى صفر، ياك؟ يعني تولي لنا إكس إكس أكبر من ناقص 1، و إكس في إكس زائد 5 أكبر من عفوا تساوي صفر. سمعوا لي هنا، يعني إكس أكبر من ناقص 1، وهاد اللمة هي و، إما نبقى ندير اللمة و إما نبقى ندير و بحال بحال. إكس هادي شنو تولي؟ إكس تساوي صفر، أو إكس تساوي ناقص 5، لأن هادي باش تساوي صفر خص يكون إكس تساوي ناقص 5. هاد ناقص 5 واش كبر من ناقص 1؟ لا، خطأ، يعني هاد الحل غير مقبول، يبقى هذا فقط. و أي ناقص 5 أصغر من ناقص 1، يعني هاد الحل غير مقبول. هي أي ناقص 5 حل غير مقبول. اذا الحل فقط اس هو صفر، اذا الحل ديالنا فقط هو صفر صحيح. جاوبنا على الحاله الاولى. الحاله الثانيه، الحاله الثانيه بالنسبه لداله الاكسبونونسيال، عندنا الاكسبونونسيال اكسبونونسيال معرفه على ار، يعني معرف على ار هذه المعادله، هذه معرفه على ار، ما عنديش شي مشكل، يعني ما غاديش ندير هاد الكونديسيون، هاد الشرط هذا اللي درته هنا ما نديروش. علاش؟ لان هذه معرفه على ار، وشنو غندير الا ما درتش هاد الكونديسيون؟
ديريكت هما كنحلوا المعادله. اذا ولكن باش نحل هذه المعادله هذه خصنا نغير هذه الكتابه هذه. اذا نضع تي تساوي اكسبونسيال اكس باش تكون معادله قابله للحل، لان ما يمكنش نحل المعادله فيها الاكسبونسيال ولا اللوغاريتم الا ما كتبت مثلا اكسبونسيال شي حاجه تساوي اكسبونسيال وكنستنتج ان اي كتساوي في. ما نقدرش نحل الا ما كتبت بحال هكا، ولكن هنا كي غندير نجمع هاد الزوج ولا هاد الزوج ما نقدرش نجمعهم، اذا ما نفكرش في هادي ديريكت. اذا غنوضعو تي تساوي اكسبونسيال اكس وتصبح المعادلة شنو غترجع المعادلة هنايا اكسبونسيال جوج اكس هي اكسبونسيال اكس الكل اوسي 2، يعني تي اوسي 2، يعني 3 تي اوسي 2 زائد اكسبونسيال اكس هي تي ناقص 10 تساوي 0. ونحسبوا دلتا ديال هذه المعادلة، دلتا هو 1 اوسي 2 ناقص 4 في 3 هي 4 في 3 في ناقص 10 شنو تساوي؟ واحد هنا ناقص 4 في 3 ناقص 12 في ناقص 10 تولي زائد 120 يعني 121 اللي هي 11 أوسي 2 صحيح؟ إذا تي تساوي ناقص بي ناقص جدار دلتا يعني ناقص 1 جدار دلتا هو 11 ناقص 11 على زوج في أ، أ هي 3 يعني ناقص 12 على 3 اللي هي ناقص 6 او تي تساوي ناقص 1 زائد 11 على 2 في 3 هي 10 على 6 هي 5 على 3. يعني دونك تي شنو هي؟ هي اكسبونسيال اكس، يعني اكسبونسيال اكس كيساوي ناقص 6 او اكسبونسيال اكس نقولو هنايا اكسبونسيال اكس كيساوي 5 على 3 مزيان. اذا هنا اكسبونسيال اكس ما يمكنش يساوي ناقص 6، هذه لا يمكن، متفقين؟ او هذا عنده الحل. هنا نقدر ندخل لوغاريتم الان اكسبونسيال اكس هي اكس تساوي الان 5 على 3. إذن اس تساوي ln 5 على 3 وهذا هو الحل الوحيد المقبول. إذن انتهى التمرين ونلتقي في التمرين الآخر بحول الله.